دايما بنبدا من البيت الكبير. النهارده ال 48 ساعه اللي ادها فايلر للعيبه خلصت بسرعه، النهارده رجعوا تاني للتدريبات. النهارده فايلر كان بعد مدى الراحه لمده 48 ساعه للعيبه بعد مباراته الاخيره طبعا مع المصري اللي الاهلي كسبها 2-0، وخلاص يعني يمكن النهارده بيقرب من خطوه جديده من الحفاظ على لقب الدوري له. قبل بدايه التدريبات النهارده اللي كانت بالليل، فايلر كان عقد محاضره مع اللعيبه قبل انطلاق المران اللي اقيم النهارده على ملعب التتش، بيستعدوا لمواجهه وادي دجله اللي هكون ان شاء الله يوم الجمعه في منافسات بطوله الدوري الممتاز. كمان النهارده فايلر كان حريص جدا انه يتكلم مع اللعيبه عن اهميه الماتش ده، ماتش وادي دجله، وقد ايه مهم وضروري ان هم يحققوا الفوز، علشان زي ما كنا بنتكلم امبارح عايزين نخلص ملف الدوري ده بدري يا جماعه، لان عندنا بطوله مهمه نتفرغ ليها بسرعه ومن بدري، هي بطوله افريقيا. بطوله افريقيا يا كابتن هاني زي ما بنقول الحلم دلوقتي. ده طبيعي يعني اكيد ده الحلم الاكبر يعني زي ما بنقول الهدف الاكبر حتى على مستوى اللاعبين، على مستوى المجلس الاداره، على مستوى المدرب. فزي ما احنا قلنا النهارده فايلر بيشرح كمان البرنامج التدريبي بشكل نظري، وطبعا وحرص على شرح بعض النقاط في اداء المنافس اللي هو وادي دجله، طريقه لعبه ازاي، اتفرج على بعض المباريات اللي اداها وادي دجله في الفتره اللي فاتت، ركز الجهاز الفني النهارده كمان في التدريب على الكره، يعني عمل تقسيمه كده صغيره ما بين فرقتين بدون حراس مرمى، وبعدين دخل حراس المرمى في المشاركه في التقسيمه ديت، الغرض منها تنفيذ بعض الجوانب الفنيه والخططيه. يعني احنا عارفين دايما المدرب بيبقى عنده مقسم التدريب لاجزاء، جزء ممكن احماء وبعدين جزء خططي. النهارده فايلر عمل تقسيمه مع اللعيبه بدون حراس مرمى، وبعدين دخل حراس المرمى، وكل ده طبعا في اطار استعدادات، وزي ما انت قلت مباراه مهمه قدام فريق اعتقد منتظم بشكل كويس. صحيح. فريق وادي دجله بيقدم كره حلوه، فهنتفرج على ماتش حلو اكيد، يعني الاهلي ودجله ان شاء الله نتفرج على مباراه حلوه. توقع النتيجه؟ يعني ان شاء الله فوز النادي الاهلي، لكن مش عايز اقول الماتش مش سهل، يعني الماتش برضو صحيح. مش سهل، المباريات مش سهله، لكن عايزين زي ما انت قلتي واحنا دايما بنقول عايزين ان شاء الله نقفل ملف الدوري ده ونحسمه ان شاء الله بدري عشان ان شاء الله البطوله الافريقيه ان شاء الله.